ليست المرة الأولى التي يصاب فيها الحزب الحاكم بما ابتليت به بقية الأحزاب السودانية من انشقاقات، وللمرة الثانية يخرج عدد من قيادات الحزب بعد أن قدموا مذكرة تصحيح لسياسات الحزب على حد قولهم، ولم تجد على ما يبدو آذانا صاغية. انشققنا عن حزب المؤتمر الوطني لأن المؤتمر الوطني ضاق بالرأي الآخر. نحن حاولنا بقدر الإمكان أن نصلح من الداخل وأن نقوم يعني، وكنا نقوم طيلة الفترة الماضية من داخل الأجهزة، لكن اتسع الخرق على الراتق. فبقدر ما حاولنا أن نصلح جوبهنا دائما بعقبات تمنع الإصلاح. غازي صلاح الدين المستشار السابق للرئيس السوداني والذي يقود تيار الإصلاح وجه انتقادات واسعة للحكومة وتعاطيها مع القضايا، وأعلن انشقاقه مع 30 من القيادات ونيتهم تكوين حزب سياسي، ويأتي الإعلان بعد توصيات لجنة من الحزب الحاكم بفصلهم. إن هذا الانشقاق لا يمثل إلا خروجاً عن المؤسسية، ونأمل أن يكون هذا الحزب إضافة، لأننا كذلك نستهدف الرأي والرأي الآخر، ونستهدف كذلك الأحزاب الوطنية التي لا تعمل إلا من أجل مصلحة هذه البلاد. ردود أفعال واسعة أثارها الموضوع في الأوساط السودانية، فأحزاب المعارضة رحبت بالخطوة، فيما شكك مراقبون في نجاح الحزب الذي ينوي المنشقون تكوينه. تجربة الانشقاقات حتى داخل الأحزاب المعارضة أثبتت أن الأحزاب التي تنشق عن الحزب الأم غالبا ما لا تعمره كثيرا، وغالبا ما لا يكون لها التأثير الكبير. يذكر أن أحزاب السياسة في السودان ظلت تعاني انشقاقات مماثلة في الآونة الأخيرة، كما حدث بالنسبة لحزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي وحتى الحزب الشيوعي في بلد به نحو 70 حزبا سياسي. البعض يرى أن الحزب الحاكم بعد أن تحمل انشقاق زعيمه التاريخي حسن الترابي في أعقاب المفاصلة الشهيرة لن يتأثر بخطوة الإصلاحيين، لكن ثمة من يعتقد أنها ستمثل عبئا جديدا على المؤتمر الوطني في ظل المعطيات السياسية الحالية. سبأ سيف الدين، الغد العربي، الخرطوم.